فقد وصل من المقام في كتاب جامع بيان العلم وفضله عند المجلد الثاني صفحة 87 و700، وأثار ابن عبد البر مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المقلد والمتبع والمجتهد. وبالتالي بين أن مراتب العلم ثلاثة، وملخص الكلام حتى لا نطيل المقام أن البدايات تكون بالتقليد، ويكون أخذ الحكم بلا برهان ولا حجة، فهذا يسمى هذا الشخص المقلد. إذن من المقلد؟ من المقلد؟ هو الذي يأخذ الحكم من غير برهان ولا دليل، وهذا يكون في البدايات. وأهل العلم نفروا من هذا الشخص ألا يبقى كذلك طوال حياته، فكانوا يقولون لا يقلد إلا جاهل أو غبي. إذن هذا فقط للجهلة في البدايات، وهي أن تأخذ الحكم بلا برهان بلا دليل، ولكن بعد ذلك ترتفع فتصبح تأخذ الأحكام بالأدلة والبراهين، وهذا ما يسمى بالاتباع. إذن الأولى المقلد، يأخذ الحكم من غير برهان ولا دليل. تعلمه صفة الصلاة، تعلمه صفة الصلاة، وبالتالي لا يعرف ما الدليل على تكبيرة الإحرام، على قراءة دعاء الاستفتاح، على قراءة الفاتحة وما تيس، حتى الركوع والسجود لا يعرف، فقط هو يأخذ الحكم من غير برهان، هذا يسمى المقلد، وهذا يقبل في البدايات، وهو الجاهل الغبي. فلا تقبل لنفسك أن تبقى جاهلا طوال حياتك وتقول أنا أقبل أن أكون غبيا، تقبل في دنياك أن تكون هكذا غبيا، تقول لا أنا لا أقبل في الدنيا. إذن كيف قبلت أن تكون في الدين؟ لابد أن ترتفع أكثر وتعلو، فتصبح تأخذ الحكم بالبرهان، فعندها تسمى أنت المتبع. فعندما يأتيك الشيخ فيقول لك ضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة، فتقول له أنا في البدايات فعلت وضعت اليمنى على اليسرى في الصلاة لأني كنت مقلدا، أما الآن فقد صعدت قليلا فأصبحت متبعا، فما هو الدليل على أن أضع يدي اليمنى فوق اليسرى في الصلاة؟ فعندها يعلمك الشيخ نحن معاشر الأنبياء أمرنا بوضع أيماننا فوق شمائلنا في الصلاة. إذن أعطاك برهانا، مدام أصبحت تأخذ الحكم بالبرهان فأنت ماذا تسمى؟ متبع. أنت المتبع، لا يقال عنك مقلد الآن، متبع، أخذت الحكم بالبرهان بالدليل، وأنت الآن طالب علم، أنت الآن تسمى طالب علم. ثم بعد ذلك يرتقي بك العلم على سنين، فتقف على الخلاف الفقهاء وتتعلم علم الآلة، أي علم اللغة العربية وعلم الحديث وهو التخريج، وكذلك علم أصول الفقه، فحتى تصل إلى مرحلة تفهم الاجتهاد، ثم إذا أكرمك الله تصبح مجتهدا. لكن هذه تحتاج إلى سنين، ليس الأمر سهلا، وتحتاج إلى تعب، وكما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. إذا نقرأ عبارة ابن عبد البر، أنا أعطيتك الخلاصة وإلا الكلام طويل، نقرأ كلام الحافظ ابن عبد البر صفحة 87 و700،
قال والتقليد عند العلماء. نعم نسمع. قال والتقليد عند العلماء غير الاتباع. ها إذن المقلد غير المتبع. شو المقلد أيوة؟ لأن الاتباع، لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. إذن لابد أن يظهر لك البرهان حتى تصبح متبعا. بينما والتقليد، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه. لا تعرف، أنت مقلد لا تعرف، إذن أنت في هاي المرحلة تسمى جاهلا، وهذا ليس عيبا لأنك تتعلم، لكن العيب أن تبقى مقلدا طوال حياتك، تبقى جاهلا. لا، أنا في البدايات نعم أنا جاهل، علموني، لكن بعد ذلك بعدما عرفت الأحكام أعطوني البرهان، وبعدما عرفت البرهان أعطوني الخلاف، ثم بعد ذلك علموني كيف يكون الترجيح، ثم علموني أصول الفقه، اللغة، التخريج، وهكذا. وتعال نطبق هذا عمليا، تحتاج إلى علماء تلازمهم حتى تعلو ويعلو كعبك، وإلا بقيت مكانك مراوح. وأكثر شيء استفدته من شيخي وأستاذي علي الحلبي هي مجالس النقاش، فكان رحمه الله يجعل في كل أحد وأربعاء مجلسا بعد العصر إلى المغرب، وهو يلتقي بطلبة العلم يناقشهم ويناقشوه. فكم استفدت في تلك الأيام. وحتى بعدما انتهى هذا المجلس فكنت أزوره في كل شهر أو ثلاثة أسابيع أو في كل أسبوعين، على الغالب في كل أسبوعين مرة. هذا غير طبعا الدروس والذهاب هنا وهناك في العلم وصحبته، أقول عن بيته، فعندها أذهب فأتناقش معه في مسائل ظهرت لي، يوافقني يخالفني، المهم أني أستفيد الملكة الفقهية. فرحمة الله على شيخنا وأستاذنا علي الحلبي رحمة واسعة. إذن هذا من أراد أن يصل إلى هذه المرحلة فلا بد أن يجالس العلماء وأن يناقشهم حتى يرزق الملكة الفقهية. طيب نفتح صفحة 92 و700.